الغفور اسم من أسماء الله عز وجل. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله تعالى هو الغفور، أي الذي يغفر لعباده المذنبين المقصرين ويعفو عنهم ويقبل منهم توبتهم، فمهما كان الذنب عظيما ومهما تكرر من العبد وأراد الرجوع إلى الله عز وجل من جديد، فإن باب المغفرة مفتوح في أي وقت بالليل أو النهار. حتى الإنسان الكافر إذا دخل الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه التي عملها أثناء كفره، ويبدأ العبد صفحة جديدة بيضاء بمجرد دخوله في دين الله. وإذا كان المسلم عاصيا لله تعالى، مثل الذي يتهاون في الصلاة أو يستمع إلى الغناء أو يسب الناس ويشتمهم أو يغتابهم، ثم أراد أن يتوب، فإن الله يقبله ويغفر له كل هذه الذنوب. فعلينا يا أصدقائي أن نداوم على الاستغفار وأن نطلب من الله العفو دائما، فهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم.